عليكم مع اليوم الشخصية النادرة عمي سالم اللي علمتكم هذيك الحين. السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا. وش حالك يا عم؟ الله يسلمك. ساك طيب؟ سلام. ثلاث شهور من جاي؟ والله يا عم كنت في برنامج مشارك وجيتك. تدري مشهور ذا الحين السعودية كل أبوها تعرفني. حنا المشهور عندنا حمار. مشهور حمار. طيب اسمع 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 يا عم اسمع لا ترى مزودها. لا ما مزودها اخر مره يعني. نبيك وش رايك في البرنامج؟ وش البرنامج؟ معلش كفو البرنامج لكن انتم تخربونا بكثر المزح اللي ما له فايده. اخوياي كلهم يعينون فيك الحين وش تقول لهم؟ اقول الله يوفقكم جميعا والله يوفقكم كلكم والله الله في الخوت الزينه. ترى كثر المزح يخرب على الانسان الواجد. عز الله انك صادق. سمعت؟ انا اقول صديقك اللي تعزه لا تمازحه. لا تداينه ولا تمازحه. كلام. هاي ثنتين المره. انداينته لازم انك تزعل انت وياه، وان مازحته لازم يجي في خاطره شيء، وانت ما تدري. عز الله صادق. لكن الواحد يحفظ نفسه و... وغادي يرجع. رجال عاد انت ان شاء الله رجاجين ما تنوصل، لكن بعض الشيء. طيب اكثر واحد تحبه في البرنامج من هو؟ والله حماده احبه وسلطان الهميلي. الهميلي وكلهم كلهم غاليين والله كلهم لا خل بهاك.